السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم عربية من أداة بولج اند تول. هبدأ ارسم شكل العربية بالشكل دوت اهو. ماشي بالشكل دوت. وممكن ترسم مثلا شكل هنا اهوت. ده مكان الشباك، هو معلش الماوس مش قادر يتحكم فيه قوي. هقول له هنا كنترول، هقول له ان انا عايز اعمل قط للشكل دوت، وبعد كده اعلم على الشكل ده واطرحه. وبعدين عايز ارسم بقى الكاوتشات، فارسم مثلا شكل دائري بالشكل دوت اهو. تمام. وممكن ناخدها كده كوبي اهو، نحطها هنا. تمام. وبعد كده هبدا اقول له ان انا عايز احط هنا اكس، فهاجي هقول له اد سنتر اكس بالشكل دوت. والسنتر اكس دوت ممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز احط فيه موتور، واحط فيه بريك، واحط فيه ريسيرف عشان يعكس الحاجه، واختار سرعه الموتور. وبعد كده ممكن اجي بقى هنا في الزرار دوت، هقول له خلي ده فورورد، وخلي ده السهم مثلا لتحت، وده بريك مثلا ناحيه الليفت بالشكل دوت. تمام. وهقول له شغل، وابدا احرك العربيه. هتلاقي العربيه بتتحرك الناحيه دي وتتحرك الناحيه دي بالشكل دوت. المفروض نعكس الزرار اهوت. ثانية واحدة بس، نعكس الزرار. ده المفروض الليفت، وده المفروض ايه البريك داون. واقول له شغل، يبدا يحرك العربية كده ويبدا يحرك العربية كده. طيب خلينا نرسم مثلا شكل كده. ثانية واحدة. شكل كده، حاجة كده، حيطة كده. تمام. ونخلي العربية تخبط فيها، هنتحرك بالسهم اهو بوم، ونتحرك كده اهوت. فاحنا كده قدرنا نعمل عربية تتحرك. طيب عشان نخليها تبقى قوية هنزود سرعة المحرك. تمام. ونخليها بوم.